السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. ممكن يا شيخ نسجل هذا السؤال لنصحة لإخواني يا شيخ؟ ايش السؤال قبل تسجل؟ شيخ يا السؤال يا شيخ أن بعض الإخوة يا شيخ متأثرين بالشيخ محمد حسان وقوموا بالنصح لهم، فأريد منكم نصيحة لهم يا شيخ. وماذا فيه الشيخ محمد حسان؟ متكلم بالشيخ محمد حسان. ايش فيه الشيخ محمد حسان؟ والله متكلم فيه اهل العلم يعني الشيخ محمد حسان. من يتكلم فيه؟ عبد المحسن عباد؟ تكلم فيه الشيخ عبيد الجابري ويقول عليه قطبي يا شيخ. اي عبيد الجابري هذا منصب من اهل العلم لهذا الامر او ان هذا الامر له ولغيره؟ قاموا بسؤال له بعض الأخوة فقال لهم أنه قطبي يا شيخ. على كل حال هذا اجتهاد من الشيخ، الله يظله، قد يصيب قد يخطئ. إنما أخونا الأخ محمد حسان رجل من أهل العلم والفضل، ونحن لا ندعي عصمته ولا ندعي أنه لا يخطئ، لكنه لا من أهل السنة ومن المدافعين عن العقيدة والسنة، ومن أبرز الدعاة الذين يظهرون في الإعلام دفاعا عن العقيدة والسنة، انتفع منه في مصر وفي الشام وفي غيرها. يعني الشيخ محمد حسان يا شيخ من أهل السنة؟ نعم نعم من أهل السنة. ما ليس عليه مؤاخذات يا شيخ؟ ما في أحد ما عليه مؤاخذات يا أخي. لا ما أقصد يا شيخ ما يخرج من عقيدة السلف يا شيخ. لكن هذه مؤاخذات لا تخرجه من السنة. لأن يا شيخ يقولون علي يا شيخ يقولون علي بأن إخواني يا شيخ. لا 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 ليس إخوانيا ولا لا لا. رجل سلفي ودائما لا يذكر من مشايخه إلا الشيخ محمد العثيمين قد درس عليه، ويذكر الشيخ عبد العزيز بن باز، ويذكر الألباني، أبدا لا يستشهد بأحد غير هؤلاء. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله يا شيخ. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.